السلام عليكم، حياكم الله من مقطع ثاني. نايف سنسي معاكم ورجعنا في بولدر جيت 3 ونكمل. ما سوينا اي لونج ريست صراحة، وقفنا هنا اخر مرة ذبحنا الجروب حق القثيانكي، دمرناهم تماما، يعني ما هم في مستوانا صراحة. ويب جاهزين نخطو الى الخطوة الثانية اللي هي ايش؟ ماونتن باس، قبل ما نروح الى مون رايز. صراحه ابغى استفيد من الدود اللي معي في العلب او التاد بولز، يعني بالمصطلح الاصح. طيب ما راح اكل التاد بولز في اي شخصيه ثانيه، ما ودي بس اكلها في الشخصيه حقي الاساسيه. تمام اوكي، فاول حاجه راح افتح concentrated blast. You must be concentrated on another spell to cast this. If the target we was concentrating, you heal as much as the damage that was dealt. هذه جدا جميلة تروح للتانك. أنا ما راح أشرحها حاليا، لكن راح أشرحها في الفايت عشان تكون واضحة. هذه جدا مهمة. سايونيك باكلاش. شوف، أنا بالنسبة لي إذا تستخدم القوة هذه، أول حاجة لازم تفتح هذا لك اوف ذا فار ريلم، يعني الثنتين هذه هو لازم تاكل ذي علشان توصل لهنا. فلك اوف ذا ريلمز اوف ذا ريلمز هي اهم واحده. بعدها اشوف سايونيك باكلاش برضو مهمه، الثنتين هذه اهم شيء. اللي بعده بكيفك، اللي تبغاه انت حطه. انا احب بوش، لا في بلاك هول، بس بلاك هول اتوقع ليفل متقدم على ما اظن. شارم بيرسون، حلو. سايونيك اوفرلا، ايش هذا؟ ابيليتي درين، لا مش حلو. ايش هذا؟ انفست ا كريتشر وذ باور ذات هيلز ات وين ات اتاك بات اولسو ميك ات فولنربل، لا مو حلو. شيلد اوف ترال. طيب اتوقع بفتح هذه الفورس، حلو. باقي الاشياء لا. creatures suffering falling damage because of you action take additional. هذه لا بس باقي واحده ممكن اسوي. هذه push anything and anyone back، يلا ما هي مشكله، خلصنا التادبول كلها يلا. طيب يلا مشينا ندخل على الماونتن بس. توكلنا على الله. You are about to proceed advancing. Make sure to tie up and loose ends before advancing. اوف، اتوقع اني مو ناسي اي حاجه. اتوقع اني مو ناسي اي حاجه. ان شاء الله مو ناسي اي شيء. في بس هذا فورج ويبن احتاجه، ممكن احتاج دقر. عندي دقر. توكلنا على الله. انا اشوف انه جاهزين. يلا بسم الله، رحنا الى المستوى الثاني. وصراحة المنطقة هذه يعني برضو ما هي سهلة، منطقة ليست بسهلة. اوكي خلينا نشوف نشوف الأوضاع هنا. حلو، يا سلام وصلنا. هذا يعتبر خط، يعني خط يوصلنا إلى المنطقة اللي نبغاها. أوكي فراح نستكشف الخط هذا، ما راح نخلي فيه أي حاجة لأنه شوف في علامة هنا find a way into the Githyanki. هذا المعبد او المخبأ حق الجيثيانكي اللي حصلناهم، هذا يعني جماعتهم هناك. فهو حاليا راح يكون المحطة التالية. تمام، الماب هنا مو كبير صراحة، المنطقة هذه فبس فيها احداث جدا جدا كثيرة، احداث مهمة ممكن انها حتى يعني ممكن حتى انها تنهي لعبتك يعني صراحة. طيب معلش
طيب خلينا ندخل هنا حنشوف. اوكي هذه مسافرة توقع. نعم انها مسالمة. Blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, okay. chased, insulted. Look over there. You see that wretched little hive? Hive. It looks like a temple. Oh, it certainly looks that way. But inside, it is swarming with brutish, stupid, rude Githyanki. Githyanki, أيوه هذا مخبأ Githyanki. Okay. طردوها وضربوها ولا يعني كل حاجة, okay. Attacked and run off like some transient. دخلت تبغى تأخذ بيضة. طبعا هذول كيف يتكاثرون Githyanki؟ يبيضون, يبيض زي ال يعني هون عبارة من تنانين, يعني تنانين متحولين إلى بشر. تنانين تبيض طبعا, أنا عارف إنه ما في تنانين بس اللي نشوفه في القصص والأفلام إنه التنانين تبيض. فهم بدل ما يولدون يبيضون, فهي راحت تبغى بيضة, فكأنها راحت تبغى تشتري أولاد من عندهم. يعني أوكي اوكي تبغى تاخذ بيضة, اوكي ليش يبغون ياخذون البيضة ذي يودوها الى ايش يسمونه زي الاكاديمية عندهم في مدينة, يسوون عليها دراسة يعني البيضة هذه. اوكي اقواش and one okay well compensated of course just bring me an egg oh okay طيب تبغى نجيب لها بيضة, في خيار اقول لها اوكي, في خيار اضحك عليها اعطيها بيضة حق الاول بير. هذا اول شيء نقول لها ايش, يلا خلينا نعطيها البيضة حق الاول بير, ايش رايكم؟ oh you it looks different to what I expected. اوكي بقول لها ايوه هذا بيضة Githyanki تمام, بضحك عليها ندري بحصل فلوس ولا لا. والله 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 ايش ال 21 نجيبها, ايوه نجيبها بالراحة. نجحت. اوه فلوس حبيبي, اوكي 400 بس تبل توقعت اكثر يعني. طيب خلينا نشوف عندها غراض. يب 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 عندها غراض. اوه you gain cat's grace and increase your dexterity score by 2 to a maximum of 20. you gain a bonus. اوكي هذا مره حلو, هذا مره حلو تمام. هذا ايش, هذا ايش هذا؟ بوتن هيل ماكسمايز ذا نمبر اوف هيت بوينت ريستور. هذا قلادة, اوه والله حلوة صراحة, جميلة جدا. طيب ابغى اوريكم كيف كيف تسرق. شفت حاجة عجبتني ما ابغى اشتريها, ابغى اسرقها اوكي. فهذا اللي راح نسويه. اول شيء كلمها تمام وغير شخصية. يا سلام نجيب الشخصية حقنا الروك, وهذا الرجال يعني الكاركتر حقنا الاساسي قاعد يكلمها. سوي هايد, تجي وراها بيك بوكيت, وبعدين شوف الايتم اللي تبغى تسرقه. فانا ابغى اسرق هذا, شوف النسبة تحت باللون الاحمر. طبعا اسوي سيف اول شيء قبل ما اسرق تمام, بعدها نبدا نسرق. اذا نجح تمام, ما نجح ارجع اعيد السيف. اوكي هذا راح نسويه. يلا نجح, يا سلام. اوكي سوي سيف, سوي سيف اني ابغى اسرق حاجه ثانيه. ابغى القلاده, صرت طماع صح؟ طيب ابغى اسرق منها القلاده. اوكي هذه اليد لا مو حلوه, لا مو حلوه, هذه مرة حلوة سرقة.
ناجح. اطلع اسوي سيف اسرق مره ثانيه. طيب باقي شيء، باقي عندها فلوس 990 وفيها رساله. باقي الاشياء ما اشوفها حلوه. خلاص اوكي سرقتها صح، رجع الشخصيه اللي سرقت الكامب، رجعها الكامب على طول. تمام في علام استفهام اوكي. طيب ما عليه منه. خلاص دحين خلك شويه هنا. ايوه تقول اوه مين سرقني، بتجي تسالنا. خلها كذا، خلي شخصيه، اهم شيء السارق مو هو موجود معك في البارتي. اوكي تقول لها ما عندي شيء، لا لا انا ما أنا عندي شيء، خلاص صدق خلاص دحين خلاص. اوكي قربي مور ايب، خلاص دحين وضعي تمام، سرقناها و اعتماد بلاش يعني توفر فلوس. طبعا هي تعتبر يعني هو السرقة شيء صح انه ممنوع كذا، لكن اوكي هي اصلا بنفسها كانت تسرق بيضة، فانا سرقت سرقت السارق يعني هذا نفسه. اوه لا لا اوكي خلاص خلاص توقع خلاص دامنا كلمت شخصيات الثانية خلاص. طيب والله راح تفيدنا اغراض هذه، راح تفيدني بشكل كبير. طبعا الصدرية راح تكون لكارلك، الصدرية هذه راح تكون لكارلك. يا سلام. You gain cast grace and increase your dexterity score by 2. You gain dexterity. والله حلو حلو مرة. ينفع الاستيريوم برضو بس ممتاز لي حاليا لكارلك. برضو بعطيها القلادة، انه ايش قلادتها اصلا؟ لا لا قلادتها حق ذا خليه. طيب بعطي القلادة مستر شوعي، اوكي؟ هذا مو قاعد استفيد منها، مع انه المفروض استخدمها. طيب خليني اعطي كارلك على كذا. لا 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 مو كارلا. شادو هارت ايش قلادتها؟ لا شادو هارت قلادتها حلوة. ياب ياب خلاص نعطي شوعي، نعطي شوعي. نعطي شوعي. ممتاز، ممتاز. مع انه ما احس اصلا انه بيموت صراحه. خلاص خلي القلاد على جنب الين ما نشوف حاجه احسن من كذا. يلا مشينا مشينا. اوكي كان تمام، كله تمام كله تمام. يلا كملنا. لاثاندر خلينا نشوف الوضع هنا ايش. اوكي يبغى له سترينث هذا. مظبوط مظبوط. ايوه جانا الاسانسير راح يودينا على التمبل، وهو هذا اللي نبغاه، نبغى التمبل حقه. اوكي 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 يا سلام. يلا يلا شباب يلا مشينا مشينا مشينا. اي اوكي نايس. احس شادو هارت كذا صار شخصية بالشيلد هذا صراحة. كذا كذا شوفها كليريك جدا ممتاز، يفيدني في اشياء كثيرة. اوه اوه في اغراض كثيرة هنا نشوفها. اركين ريكفري اسنس قلادة ذهب بوشن اوف هيلينج رسالة لعب ثقيل. ايش عندي اغراض؟ اغراض اللي ما لها داعي خلنا نوديها الكام. هذا ايش؟ ثاندر ويف. هذا ايش؟ سيركل اوف ذا فويس. هذه ياد. يب خلاص كذا تمام. سنتو كام سنتو كام. اوه هذا ما عاد استخدمته. استخدمه اليوم ان شاء الله ان شاء الله. استخدم المقطع هذا. اسمع صوت دب، هذا صوت خفيف يمكن عندكم. طيب ناخذ هذا وراح نمشي. ها من وين جيت انا؟ صح صح تحت. اوكي ننزل تحت زياده.
طيب واي بوينت ديسكفر هالو اوكي شوف حمر في الخريطة شكلهم تحت ايش فيه اوكي كاتسين ايوه on your feet where are you taking us if this is about that weapon your friend was talking about we don't have it and we don't know shit about it silence move no 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 I'm not going in there I won't ايوه والله بتهرب جي جي anyone want to join her الله ما عندهم كلام دول يقتلون على طول through the doors now the captain is expecting you ما في عندهم ما بتفاهم اوكي راحه اوكي لقيت يانكي واريور اوكي ايوه هذول اللي دحين ذبحوهم قبل شوية. هذول اللي ذبحوهم قبل شوية. أبى أتكلم. Do not let it. Stay away from the Githyanki. Oh, they're hunting you. They want the artifact. They'll stop at nothing to take it from you. طيب الجثيانكي زي ما قلنا انهم محايدين ما هم مع ذول ولا هم مع ذول يعني ما هم معنا ولا هم ويبغون يتخلصون من الابسولوت يعني في 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 عدو مشترك ترى يعني بيننا وبينهم اوكي هذا شيء حلو شيء ممكن نخليه بجانبنا لكن هم طبيعتهم انهم ما يتفاهمون يعني زي ما قلنا عندهم عنصريه وما يشوفونك شيء ف يعني نفسهم يعني كل همهم نفسهم اوكي اهم شيء عرفنا انه في عدو العدو المشترك اللي بيننا اللي هم الابسولوت و هذول المايند فليب اوكي كيف في طلعه هنا خلينا نروح اوكي طيب في جثة هنا سيف وسب ويد ناخذه طيب في حطام هنا نطلع عندي نقفز فوق ريسبشن شيك ريسبشن كله فيل انا احس الجدار هذا يتكسر والله هلا اعطيه ضربه لا مين تو سلاشينج يبغالي بلاند ديميج صراحه قرب هنا اوه كفو زياده يا بريد هارت اوكي كسرنا اوكي ايش وضع ذا؟ السلام عليكم كيف الحال؟ ساك طيب في هنا فاس بكم؟ اوكي هذا حارس اسمه جارديان ما اتوقع اني اتوقع انه سهل والله والله هاي ديفنس والله اوكي ريج سوي ريج سوي ريج اني بسوي لونج ريست اصلا بعد بعد الفايت هذا والله ما قرز اوكي اوكي هذا كل ما تضربه يضربك اوكي طيب ستوريا
نسبته قليلة والله. اوتش. طيب يموت يموت. اوكي ما ما عاد كلهم يضربك يموت يا يندمج. ذهب ما في شيء. طيب صندوق سبيل نايس. ناخذ الاشياء الحلوه ذي. سكلتون في كتاب نايس نايس. طيب خلنا نضرب ال نفتح الباب هذا. الباب مقفل بس ما عليك. والله والله ايش هذا؟ دين والله لازم افتحه كذا والله. اوكي لوك بيك سوي له ايزي بيزي ايزي بيزي. طيب اوكي في طلعة هنا. طيب قبل ما اروح الطلعة لحظة في حاجة لازم اوريكم اياها. المكان هذا جدا مهم تمام. في لغز هنا. في لغز سوي اكزامن. Consecration of the monastery conducted by Dawn Master Seed. Dawn Master Seed. Evensong before the Zenith Day, celebrated by Dawn Master Stockhold. Dawn Master Vasaid wielding the rest of the inscription and picture has shattered away. Right. Dawn Master Welking okay. Glory beckons forth the rising sun in Lathander's name. شفتوا الرسمات اللي قبل شوية صح؟ هذولي واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربعة حرس أو شخصيات أسطورية ما أدري إيش قصتهم بالضبط. لكن لو لاحظت كل واحد كان ماسك سلاح. زي مثلا هذا اللي هنا فوق هذا ماسك سيف. وشوف هنا في سيف. هذا اللي هنا ماسك مطرقة صح؟ ماسك مطرقة وهنا في مكان فاضي تمام؟ باقي معك هذا اللي هنا ومعك هذا اللي هنا. صراحة أشوف مرة ثانية الصورة حق ذا. هذا سيف واضح. أوكي فاسايد ال ايش ماسك بالضبط صراحه ما ادري مو واضح. هذا برضو ايش ماسك ماني عارف. اوكي احنا حصلنا شو اسمه حصلنا قبل شويه فاس. هذا ايش اسمه باتل اكس. خلينا نشوف. طيب اكيد مو هنا لان هذا سيف واكيد مو هنا لان هذا هذا مطرقه صح. متاكد انه مطرقه. نجرب نقرا دون ماستر سيد. دون ماستر سيد دون ماستر ستوك هولد. ستوك هولد دون ماستر فسايد. اوكي في حل. هو ممكن يا هذا يا هذا صح. فا لحظة لا عندنا ثلاثة هذا وهذا هنا مطرقة على ما أظن إنه مو الساعة مو فاس. فا placed in the world. شوف خطأ لما يكون خطأ راح يرميك يعني راح يرمي. أوكي طيب خلنا نجرب هنا. شوف برضو خطأ تمام. أوكي شيلها يعني هنا خلاص ما عاد باقي الا المكان هذا. اوكي يا سلام سلم. طيب هو كان هذا. طيب على اي اساس انه كان هذا
بنشوف بعدين. طيب باقي قطعتين، باقي واحدة ثنتين لازم ندور عليهم ونشوف وين. واحدة أخذنا أول واحد اللي هو كان من عند الشبح أو الجاردن قبل شوية صح؟ أخذنا. راح نطلع فوق هنا، بس قبل ما تطلع سوي السبيكو ثانما. طيب مشينا. سوي انت السبيل حقي. شوي ما مديني. Let's go. يلا. سلام عليكم. 1000 لا 180 اكس بي. طيب وصلنا. Intruder in my nest. This area was meant to be safe. Xavier, get behind mommy. Get behind mommy. I'm just interested in the big device. Okay. يبغى كاريزما. Animal charm. Oh, nice. Nice. فكرت ونجح. ما نجح فراح تقاتلنا. وين باقي شخصية؟ وينها؟ باقي كارلوك. ما عاد في معي ريج صح؟ اوكي ما مشكلة. طيب لازم نقتلها، لازم نقتلها. ما كان ودي اضربها والله. مين بيلعب هذا صح؟ طيب لا 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 تانجا. والله هيلثي قليل صراحة، هيلثي قليل. أهم حاجة أبعد من هنا. طيب ما عندي. طيب إيش ممكن أسوي؟ طيب خلينا نحط، حاول أذبحها. Reckless. Yep. Can't reach destination. Tactical. Let's go. Nice. Oh. Smite. Taz. Still breathing despite everything. فير نعطيه فير 50%. ولا اروح اذبحه، ما اتوقع مديني اذبحه صراحه. راح اضرب ضربتين، يلا اضرب ضربتين احسن. راح اذبحه ان شاء الله. لا راح اقتله بسهوله والله، احسن ما يلعب دوره صح. Let's go. Let's go. Let's go. Hunt complete حبيبي. صح هذا السبل. اوكي خلاص باقي ذا بس لحاله. طيب نسوي شليلي. عشرة والله حلو، حلو من شادو هارت. ريكليس ياس. اتاك ثاني نايس. خلصنا الفايت خلاص ايزي. طيب هنا في قطعة ثانية، في هامر، فناخذ الهامر. يلا اوكي. هذا كرفت بوشن حلو. طيب في هنا جهاز غريب، خلينا نشوفه.
ما يمديني. طيب فك طيب انزل تحت شوف في راستي داجر وراستي مدري ايش خلينا نشيلها. طيب يعني انا مكان هنا اوف انشنت جيثيانكي واريور ايش ذا مش عارف. اوكي في اشياء في تحت وحوش ما عليك منهم الوحوش اللي تحت ما عليك منهم. اوه تعال تعال شوف الغرفة ذي خلينا ننزل باستيريان. لا 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 تجون يا اخي. اوكي مشكلة بسم الله حبل كتاب بس يلا ما مشكلة. طيب كيف اطلع؟ اقفز. طيب تو هاي اوكي لازم من تحت. يلا الله يعين. نزلت في مكان وتورطت شكله لازم من هنا. يلا مي مشكلة. فايت ثاني نسوي سيف. راح يكون فايت صعب. طيب تخبوا يا شباب. لوك باك. اوكي ماجيك الرجي سلام. اوكي كلهم سبرايزد. حلو ذا كان سمعتوا السيريان ايش قال. قال البساس هذولي عندهم حساسية من الماجيك بمعنى إذا استخدمت الماجيك ضدهم يقوم. أوكي فهذه خليها في باله يعني ضد ذولي لا تستخدم ماجيك. خلنا نفنش هذا. أطيرك اللي سأطير دام ضربهم بشكل عادي يكون أحسن. يهو ابغى امشي. ايوه هلا بديني اضرب اثنين بواحد صح. يب اوه عندي حتى بونس كذا احسن. سلام قليلة نايس. طيب نقتل هذا دي نقتله صح. تعال هنا نقتله. بروح اقتل هذا. لا اقتل هذا. حلو مين باقي؟ كلهم سبرايز. انت تعال مين باقي؟ اوه باقي هنا ثلاثة. كيف اروح لهم؟ روح لين عندهم عشان ما يتحركون. اوكي؟ كذا تمام. خلاص راح السبرايز. اوه باقي. ما في مشكلة ما عندي أي إشكالية.
نايس. اضرب. ايش فيه؟ معلق شوية. اوكي ما. تمام. عندي بونس باقي. استخدمه على واحد من ذولي. حلو. نعطيه ملي. اوكي ماما. يبغى يهرب. لا 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 ما في هربة ما في. اوكي. تاس. على طول ضرب. خلاص ايزي فايت والله. ما بعد الايزي حتى يعني. باقي لي هذا. انا بحبه. ما اتوقع معاهم اي لوت. اوه اوكي. هذا حق كرافتنج. صح؟ ايش كرفت بالضبط؟ اوكي ويزرد بين. اوكي. ياها. يا الله. لا لا لا. And it's a powerful weapon to boot. طيب ريت خلنا نرجع. ما ادري شكلي نزلت تحت صح؟ في شوية لوت. شوف الصندوق ها. ما في اي لوت. طيب دائما الخشب اللي زي كذا اعرف انه مديك ترى تروح هنا. تجي هنا بس وتكسر الخشب. بس هل في شيء؟ تقريبا لا والله ما في حاجة. تزيد في الماي يمكن في حاجة. ها ها لا في حاجة. اوكي كويس انا ذا. في حتى خط تحت هناك بس ما علينا منه حاليا. مركزين على اللغز. اوكي ابغى احل اللغز اول شيء. حصلنا قطعة وباقي قطعة. تمام. حصلنا هامر صح؟ يس هامر. هذه الهامر. اوكي. اتوقع من او هذا 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 ماسك الهامر صح. نايس. باقي واحدة. طيب باقي واحدة ايش بالضبط ماسك؟ ما ادري. في عندي اسلحة. خل اجرب هذا مثلا. نوب. اوكي نجرب الدقر. لا خطا. طيب طيب باخذ شخصية خفيفة. خل اخذ شادو هارت. طيب راح اروح هنا. تمام ننزل تحت. راح ننزل تحت هنا اذا تشوفون المكان ذا. كيف اقفز هنا من غير ما اموت؟ اتوقع اني عرضت لكم من اول. في سبل جميل اسمه فادر فو اللي هو هذا. استوي السبل هذا شكله زي الريشه زي كذا. بيخلي وزنك زي الريشه. يعني الريشه ترميها من اي مكان فوق ما يجيها شيء صح؟ فتسوي الفادر فو وتنط. طيب راح ندور على سلاح معين. ما علي من الأسلحة هذه كلها. علي فقط من اللي أبغاه. وإذا ما خاب ظني راح يكون هذا الباب الكبير صح؟ يب. أوه هذا يبغى له لوك بيك. راح أجيب الستيريوم بعدين هنا تمام؟ بس أنا حاليا هولي بلود أوف لاثندا. لاثندا. في هنا صراحة لور يعني في لور لليل هنا. اوكي ناخذ الشيست. اوكي هل بانزل تحت دحين؟ لا 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 لحظة اقول لا انزل تحت. اوكي راستي لونج سورد. لا اتوقع انه في حاجه ورا الباب هذا.
وين؟ اوكي هذا يمدينا نكسره بشكل عادي. حتى اسوي له قنيسه اسوقع خشب. يب طيب عيننا على سلاح الان ما حصلته بس راح احصله. هو موجود. ايوه ايوه هذا السلاح، هذا السلاح اللي هو اللي نبغاه. طيب صراحه ماني عارف يعني على اي اساس انه هذا السلاح صراحه. الاسلحه اللي اخذناها كلها كانت كانت يعني خضراء ما عدا هذا السلاح. هذا السلاح رستي، السلاح قديم جدا. بس ليش السلاح هذا بالضبط انا ماني عارف الجواب هذا، لكن اعرف انه هذا السلاح. تمام فاخذنا الان نرجع الى غرفه اللغز علشان نحط اخر سلاح ونشوف ايش يطلع لنا. افتح الباب. نمشي من هنا وراح نحصل المكان. تمام اوكي هذا هو المكان، هذه هي الغرفة. كل حاجة موجودة هنا ما عدا آخر قطعة. وين 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 وين؟ طيب ميس بسم الله توكلنا على الله. قالت ايش؟ اوكي سلاح عادي، بس انا جربنا سلاح عادية وما نفع. طيب هذا اللي نبغاه هنا، هذا اللي نبغاه هنا رسالة اوكي هذه القطعة وينها؟ وين راحت؟ يو هذه هذه القطعة جدا مهمة. اكزامن ايش اسمها؟ داون مانستر كريست. This unusual shaped crest bears the marking of a Lathandrian atoga high priest, but its practically function is unclear. مو عارف ايش الشغلة. طيب كل اللغز هذا عشان القطعة هذه. القطعة هذه راح تعرفون فائدتها ان شاء الله، لكن راح نضطر نوقف اليوم. اتمنى انكم استمتعتوا في حلقة اليوم. كم معكم نيم سنسه، واشوفكم على خير في المقاطع الجاية. السلام عليكم.